جون كيري يقول إن مصر تمثل خط الدفاع الأول لمحاربة التنظيمات الإرهابية ويعدها بثمان طائرات حربية، فبماذا وعده السيسي؟ صحفيون وحزبيون ينضمون لمعركة الأمعاء الخاوية من أجل إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، والدستورية العليا برئاسة عدلي منصور تتلقى أول طعن بعدم دستورية القانون الذي أصدره أيضا عدلي منصور. تقرير يرصد 647 احتجاجا خلال شهر أغسطس الماضي، وشبكة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية تقول إن المستوى غير المسبوق من القمع الأمني للمحتجين في مصر لن يؤدي لاستقرار اقتصادي. أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر. عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ينقلون مقر إقامتهم إلى خارج دولة قطر، فماذا يحمل لهم المستقبل؟ أهلا بكم من جديد، نستكمل معكم مشاهدينا الكرام فقرات برنامجنا مصر الليلة، ورحب من جديد بزميلي في التقديم حسام يحيى في موقع التواصل الاجتماعي. أهلا حسام. أهلا زين. عمر فياض يقرأ الأخبار. أهلا عمر. شكرا لك زين. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا وإلى موجز الأهم آخر الأخبار. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائز بأول انتخابات ما بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف باسم داعش. ويأتي الاجتماع بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة دولا عربية للمشاركة في حملة عسكرية منسقة ضد مقاتلي تنظيم الدولة. وقال كيري إن بلاده سوف تقدم ثمان طائرات حربية لمصر قريبا. دعا الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك النقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة في إضراب جزئي عن العمل غدا الأحد، رفضا لما وصفه بتدني الأوضاع المهنية والمعيشية للمصريين. وأكد الائتلاف في مصر في مؤتمر صحفي على أن دعوة الإضراب تأتي ردا على سياسات الحكومة، وأضاف أن تلك السياسات لا تتفق مع مطالب ثورة 25 من يناير وما يتعلق منها بالعدالة الاجتماعية. دعت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية، دعت أعضاءها للدخول في إضراب رمزي عن الطعام اليوم للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر دون ترخيص. وأكدت الأحزاب في بيان أنها قررت بدءا من اليوم تصعيد معركة الأمعاء الخاوية تضامنا مع النشطاء المضربين عن الطعام. في هذه الأثناء أعلن عدد من الصحفيين إضرابهم عن الطعام تضامنا مع المعتقلين المضربين في السجون، كما أعلن الصحفيون اعتصامهم داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين بموجبه. هذا وخرجت مسيرات مسائية مناهضة للانقلاب العسكري بعدد من المحافظات، ونشاهد صورا حية لجانب من هذه المظاهرات. دخل المعتقلون السياسيون الذين تم نقلهم من سجن بورسعيد إلى سجن جمصة في إضراب مفتوح اليوم مع التهديد بالتصعيد إذا لم تتوقف الانتهاكات داخل السجن والاعتداءات بحقهم. وكانت إدارة سجن بورسعيد قد نقلت 64 معتقلا سياسيا إلى سجن جمصة بدمياط بعد الاعتداء عليهم من قبل السجناء الجنائيين وتعرضهم للتعذيب على يد مباحث السجن أمس. وذكرت مصادر للجزيرة مباشر مصر إن إدارة سجن بورسعيد مدعومة بتشكيلات الأمن المركزي اقتحمت عنابر السياسيين وتعدت عليهم ليتجاوز عدد المصابين 100 مصاب. هذا كل ما ورد إلينا حتى الساعة، والآن عودة للزميل زين لاستكمال مصر الليلة. إليك زين. شكرا لك عمر، ونتوقف أيضا سريعا في محطة التواصل الاجتماعي والزميل حسام يحيى. تفضل حسام. شكرا زين.
نذكركم مشاهدينا بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما يمكنكم أيضا المشاركة عبر نافذتنا الرئيسية الجزيرة مباشر مصر. ونذكركم الآن بقضايانا في الساعة الثانية من هذه الليلة. قضيتنا الثالثة، شبكة بلومبرغ الاقتصادية تقول إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر لن تسفر عن أي استقرار اقتصادي، حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر لن تسفر عن أي استقرار اقتصادي. القضية الرابعة والأخيرة، عدد من قيادات جماعة الإخوان ينقلون مقر إقامتهم إلى خارج دولة قطر، فماذا يحمل لهم المستقبل؟ هذه القضايا سنناقشها مع الزميل زين العابدين ومع ضيوفنا، لذا لا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وأيضا كالعادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لك زين، شكرا جزيلا حسام يحيى. إذن القمع الأمني للاحتجاجات والاضطرابات السياسية وغياب الشفافية وأزمة الطاقة عناصر أساسية اعتبرتها شبكة بلومبرغ الإخبارية الاقتصادية الأمريكية سببا كافيا لعدم تحقيق استقرار اقتصادي في مصر، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يعيش أسوأ فتراته منذ 2011، وذلك لتباطؤ عجلة الاستثمار وانهيار القطاع السياحي. أكدت الشبكة الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن عبد الفتاح السيسي لم يكشف النقاب بعد عن خطة اقتصادية واضحة المعالم بالنسبة للسنوات الأربع المقبلة، وأن غياب الشفافية لا يشجع المستثمرين المصريين أو الأجانب على ضخ الأموال في مصر. وأتي تقرير بلومبرغ فيما أكد تقرير مؤشر الديمقراطية أن شهر أغسطس شهد 121 احتجاجا عماليا فقط من أجل تحسين بيئة العمل. فهل يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل القمع السياسي؟ وكيف يمكن تحسين مناخ الأعمال المتأزم في مصر؟ ولماذا يتجاهل النظام الحالي مطالب العمال التي استند إليها في الانقلاب على الديمقراطية في العام الماضي؟ الاقتصاد المصري يعيش أسوأ فتراته منذ أكثر من 20 عاما، ويعاني من تباطؤ الاستثمار وانهيار القطاع السياحي بسبب الاضطرابات السياسية. كان هذا خلاصة تقرير لشبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي، قالت فيه إن مستوى القمع غير المسبوق الذي تمارسه قوات الأمن ضد الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة لا يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. الشبكة نقلت أيضا عن خبراء ومحللين عدم وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم للسيسي للأربع سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي لغياب الشفافية ولا يشجع المستثمرين على ضخ الأموال، خاصة مع أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد والتي زادت حدتها في الشهور الأخيرة وأدت إلى توقف العديد من المصانع عن العمل. لكن الشبكة نقلت كذلك عن مستثمرين ورجال أعمال ثقتهم في تحسن الاقتصاد مع مرور الوقت وتحمسهم لتوسيع أعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة. الاضطرابات السياسية وثقها أيضا مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي في تقرير رصد خلاله تنظيم 647 احتجاجا في شهر أغسطس بمعدل 22 احتجاجا في اليوم، وتتصدر جماعة الإخوان المسلمين في عدد الاحتجاجات المركز الأول، يليها العمال في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى احتجاجات متعلقة بالأوضاع الاقتصادية قام بها الباعة الجائلون والسائقون ومواطنون ينددون بانقطاع التيار الكهربائي. ولمناقشة الأوضاع الاقتصادية في ظل القمع والاضطرابات السياسية في مصر حسب تقرير بلومبرغ الأمريكية، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة القيادي العمالي صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، أهلا وسهلا بك. كما أرحب بالكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بجريدة العربي الجديد، أهلا وسهلا بك. عايزين نمشي سريعا كده في تقرير بلومبرغ. أهم نقطة في تقرير بلومبرغ هو الاضطرابات، عارفينها كلنا، عارفين إنه في اضطرابات، لكن بيتحدث عن انه مفيش خطه اقتصاديه. ده صحيح، هو بيتكلم عن مفيش خطه اقتصاديه، مفيش شفافيه، للاسف انت في وضع اقتصادي مهترئ، وبعدين بتتكلم عن مؤتمر مانحين والتمهيد ليه. مفيش خطه اقتصاديه، احنا السيسي اديله 100 يوم في الحكم، كويس ما سمعناش منه كلمه لسه، يوم 20 هي كمان
اليوم 20 يعني ما سمعتش منه حتى هذه اللحظة ملامح الخطة الاقتصادية اللي هيعيد بيها الاستقرار الاقتصادي، وده اللي ركزت عليه بلومبرج. على سبيل المثال ما عرفناش ازاي هيجيب استثمارات أجنبية، مش هيزود أو هيحسن موارد مصر من النقد الأجنبي ازاي، هيعيد التعافي للسياحة ازاي، هيعيد زيادة الصادرات ازاي، هيعالج مشكلة زي نقص السكن ازاي، نقص الدولار ازاي. على سبيل المثال مسألة الديون، الديون اللي هي حتى الآن احنا دخلنا في أكتر من يعني مقتربين من 300 مليار دولار دين خارجي ومحلي. انت الدين الخارجي بس 45 دلوقتي، لا 45 ونص في مارس، لكن انت بتتكلم اخر تقرير للإيكونومست بيقول لك 57 ونص مليار دولار على نهايه السنه. انت بتكرر لي تجربه 91، وعشان كده انا متوقع ان مصر الدين الخارجي ده بياخد مننا فلوس قد ايه في الشهر؟ ده بياخد منك انت في حدود 6 مليار دولار سنويا. 6 مليار يعني دخل قناه السويس كويس، و2 مليار كمان من دخل السياحة. لا دي انت عندك كمان مشكلة تانية بتاعت الطاقة، لما تدخل في اتفاق تنفيذ الاتفاق مع الاستيراد الغاز من اسرائيل عايز لك 60 مليار دولار ومش عارف هيجيبهم ازاي. الامارات دلوقتي بنتفاوض معاها على 8.7 مليار دولار عشان نسدد بها دين شركات النفط العالمية اللي هي هددت بعدم الاستثمار في مصر والتوقف على الاستثمار ما لم تحصل على حقوقها. وبالتالي أنا حتى طيب مبارك دخل حرب الخليج جدول الديون ولغى كتير منها. ده صحيح، يعني هو استفاد من حرب 29 الخليج 29 مليار تقريبا تم التخلص منها ومن أعبائها. ده صحيح. و29 مليار سنة 91 كانوا مبلغ مش زي دلوقتي. أنا متوقع على فكرة هل السيسي بمشاركته في الحرب على الإرهاب دلوقتي اللي اسمها الحرب على الإرهاب أنا متوقع أن يحصل برضو يحصل إعفاء. أنا متوقع أن هو هيطلع يقول للأمريكان ودول الخليج أنا مستعد أن أنا أشارك بالجيش المصري، بس أنا أنتوا عارفين الوضع الاقتصادي، طب ادوني. يعني هو الناس كتيرة بتقولك أن احنا مصر بتراهن في مؤتمر المناحيل القادم على 100 مليار دولار، وطبعا ده كلام هلامي، لكن مسألة أنك أنت وهم هيدولوا؟ لا طبعا، هو ده حتى صندوق النادي الدولي وزير المالية بيتحدث النهاردة أن احنا هندعو صندوق النادي الدولي يدينا بس مجرد شهادة نقدمها المؤتمر المانحين اللي هو في فبراير عشان الناس تدينا. الناس يا أنت لو أنت قارنت بشكل سريع ما بين تجربة زي مصر وتونس، تونس على سبيل المثال لما فرنسا قالت لها أنا عايز أعمل لك مؤتمر مانحين لدعم الاقتصاد التونسي، تونس رفضت، قالت لا احنا مش عايز تسول، مش عايز فلوس ومنح، أنا عايز استثمارات. وبالفعل عملت الأسبوع اللي فات مؤتمر وليس مؤتمر للاستثمار وليس مؤتمر للمانحين، جابت منه 5 مليار دولار. ادي الفرق ما بين ناس بتفكر بيه ان هي عايزه دوله يعني تتقدم اقتصاديا، وناس ان احنا ما زلنا للاسف بنعتمد على التسول يعني الى ما لا نهايه. لكن تقرير بلومبرج بيقول انه ما فيش خطه لمواجهه الكلام ده. لا. قد تكون الخطه زي خطه مبارك في 1991 انه نشارك في الحرب اللي شغاله اليومين دول. أنا play the game، يعني نلعب اللعبة اللي شغالة. هي التوقعات في مقابل إن هو نعفى من الديون، تعفى من الجزء من يعني. بس لو ما عملناش كده يبقى بعنا بالرخيص، بعنا إحنا شبابنا وجيشنا. للأسف أنت مش متوقع إنك أنت تعفى من الديون. طيب. لأن الديون دلوقتي مختلفة، يعني زمان كانت دول نادي باريس وأمريكا دلوقتي لا، تركيا، قطر، ليبيا، ودولة ما أعتقدش إنها هيتنازلوا لك يعني. ده معظم الديون اللي علينا؟ عندنا 3 مليار مستحقة لقطر. إمتى؟ يعني أكتوبر نوفمبر. تركيا خلاص ليها 2 مليار، ليبيا ليها 2 مليار كذلك. كويس، وبالتالي دول مستحقين قبل نهاية العام؟ لا، تركيا على السنة الجاية هي وليبيا. تمام. أستاذنا القيادي العمالي صابر أبو الفتوح، 121 احتجاج عمالي في أغسطس فقط، هل هي احتجاجات سياسية في إطار تحالف دعم الشرعية والإخوان، ولا هي احتجاجات عمالية محضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يعني تحية إلى عمال مصر الشرفاء الثوار الأحرار اللي موجودين في الشارع حتى هذه اللحظة. إحنا مطالبنا كعمال بتتمثل في محورين. إحنا مطلبنا الأول هو عايزين الحماية القانونية، والمطلب الثاني العدالة الاجتماعية.
الحماية القانونية اللي العمال بيتكلموا عليها، عايزين قانون للحريات النقابية، عايزين قانون عمل يوازن ما بين صاحب العمل والعمال، عايزين قانون للتأمين الصحي، عايزين قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات علشان يأمن حياة العامل بعد بلوغ سن التقاعد. والحماية الاجتماعية اللي احنا بنطالب بيها كعمال، احنا محتاجين رعاية صحية في قانون تأمين صحي يعني آدمي يليق بالعمال ومجهود العمال، محتاجين رعاية اجتماعية سواء كان في التعليم أو في السكن أو في الحد الأدنى والأقصى للأجور، ودي كل دي مطالب بيقرها الدستور. وبالتالي احنا لما هنقارن مقارنة سريعة ما بين الاحتجاجات العمالية في الوقت الراهن الجادة الموجودة على أرض الواقع، واللي حضرتك بتقول 121، لا هي حوالي 231 إضراب عمالي في خلال 2014. لا أنا بتكلم على شهر أغسطس بس، وشهر أغسطس يعني هو بيشهد حركة ده حسب احتجاجية عمالية. حسب تقرير الشفافية المنظمة حضرتك يعني من الحركات العمالية الجادة اللي موجودة على أرض الواقع واللي بتمثل العمال تمثيل حقيقي، تقرير مؤشر الديمقراطية بيقول أنه 121 ده في أغسطس لكن على إجمالي في حوالي سنة 2014 231 إضراب عمالي، وكلها إضرابات جادة وحقيقية وقوية، مش 2-3 ولا زي الإضرابات المأجورة اللي كانت أيام الدكتور محمد مرسي واللي طلعت فيها الحناجر اللي كانت بتطالب بالحرية والحريات النقابية على وجه التحديد، ولما اعتلى منصب وزير القوى العاملة باع الحريات العامة كلها وتضامن مع الانقلاب وما حققش مطالب العمال اللي كانت تحت ايديه. وبالتالي احنا حضرتك لما نصنف الاضرابات العمالية الحالية فهي اضرابات عمالية حقيقية لن يحقق الاقتصاد الحالي مطالب العمال، وبالتالي حتزيد هذه الاضرابات العمالية، لان بطبيعة الحال احنا كعمال بنقيس الموضوع يعني بمعادلة بسيطة جدا. احنا كعمال لنا مطالب اساسيه، وعشان نحقق يعني ونقضي على موضوع البطاله لازم يبقى في مناخ اقتصادي كويس جدا علشان يجذب الاستثمارات الخارجيه. احنا شفنا مشروع قناه السويس ما فيهوش اي استثمارات خارجيه، ودي كارثه كبرى بتنم على ان الاقتصاد الاجنبي الجاد بينظر الى الوضع السياسي في مصر هيهرب وهتهرب الاستثمارات. وده كلام مصر. ده كلام بلومبرج، لكن كلام بلومبرج كمان بيتكلم عن غياب الشفافيه المتعلق بكافة الجوانب الاقتصادية وخاصة في المشروعات الجديدة والاحتياجات المالية وتأثيره على مناخ الأعمال ورؤية المستثمرين. ومعنا عبر الهاتف الدكتور عبد الناصر عبد العال، الخبير الاقتصادي الأكاديمي وأستاذ اقتصاد المعرفة. يعني غياب الشفافية هذا، هل بالفعل له هذا التأثير في غياب الاستثمار الأجنبي؟ هو بداية أحيي وضيوف وقناة الجزيرة على الاستضافة، ولابد أن نقرن عدم الشفافية بعدم الاستقرار السياسي وغياب البرلمان وعدم الاستقرار التشريعي وعدم استقرار سعر الصرف وعدم استقرار إمدادات الطاقة وعدم التفاؤل أو تدني تحولات العاملين في الخارج وتدني معدل السياحة بنسبة 35% والاصطدام مع النقابات العمالية والطلبة، كل ذلك مجتمع يؤدي إلى دخول مصر على كارثة اقتصادية. إزاي الحكومة أو الدولة بتعلن أنه في الحقيقة أنه الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف من 3 مليار في عهد مرسي إلى 6 مليار؟ هي معظمها تحويلات ومعونات خارجية وليس استثمار مباشر. هم مدخلينها في بند الاستثمار الخارجي بالضبط المباشر. بالضبط بالضبط. انت الاستثمارات الأجنبية اكشوالي بتهرب من مصر، السياحة بتنخفض، الإيرادات العاملين في الخارج انخفضت بنسبة 6%، السياحة في التسع شهور الأولى من العام المالي 2013-2014 انخفضت بنسبة 35%، فكل المؤشرات بتاعتهم مبالغ فيها غير دقيقة إطلاقا، كل المؤشرات الدولية في غير صالح مصر على وجه الإطلاق. مصر ترتيبها 119 في مؤشر التنافسية، فكيف الاستثماريين ترتيبها في السعادة 130 بين دول العالم، ترتيبها في الحريات الاقتصادية رقم 135، في الفساد ترتيبها 114، في الحكومة الإلكترونية ترتيبها 81،
وفي الاستقرار السياسي والمخاطر السياسية مصنف على أنها خطيرة جدا، وانخفض ترتيبها من 27 في عام 2013 إلى 15، ترتيبها 15 هذا العام. طيب ده يحطنا عشان نفهم الأرقام دي، يعني احنا زي مين كده في العالم دلوقتي؟ احنا مثلا يعني في هديك أحد المؤشرات، مؤشر الحريات الاقتصادية، احنا بين الكاميرون وموريتانيا. الكاميرون وموريتانيا، بين الكاميرون وموريتانيا في الحريات الاقتصادية، واللي هو ترتيبنا 135، موريتانيا 134 والكاميرون 136. طب وفي التنافسية؟ طبعا في المخاطر السياسية اكستريملي ريسك، طبعا احنا مع سوريا والصومال والعراق وهذه الدول بنصنف على نفس التصنيف بتاع سوريا في المخاطر or political risk or instability، ترتيبنا وانخفض من كام؟ يعني احنا مش احسن من سوريا والعراق ولا حاجة؟ لا احنا هم بقول لك احنا مش هنبقى زي، لا احنا بقينا مصنفين في المخاطر السياسية كسوريا والعراق والصومال بالضبط. extremely risk. والمؤشرات دي موجودة على الانترنت، اي حد ممكن يبحث عنها ويبص عليها. طيب ايه يعني ايه اللي ممكن يعكس الآية بقى؟ يعني ايه اللي المفروض الدولة تعمله يعكس الآية؟ اجراء كده معين؟ هو طبعا في باكج يعني بوليتيكا يعني اقتصادية وسياسية واجتماعية. منها مثلا طبعا خلينا نتكلم على الكارثة الاقتصادية بتاع مشروعات الحكومة الحالية. لأن المشروعات الحالية أو الأطروحات اللي هم والسياسات الاقتصادية اللي هي متبعة الآن سوف تستنزف مصر اقتصاديا. زي ايه كده؟ ايه اللي هيستنزفنا؟ يعني مشروع قناة السويس ده هيستنزفنا ليه اقتصاديا؟ يعني استبدال تنمية محور قناة السويس بحق قناة السويس جديدة، دي كارثة اقتصادية بحد ذاتها. كارثة؟ كارثة اقتصادية؟ كارثة اقتصادية طبعا، أنت سبت مشروع تنموي له أبعاد تجارية وصناعية وتصديرية وتنموية وتشغيلية، هتحل لك مشاكل كتير جدا جدا اللي هو مشروع تنمية محور قناة السويس، واستبدلته بحفر قناة السويس موازية. يفتقد للدراسات الاقتصادية، يفتقد لدراسات الجدوى، ما حدش قال إن لو احنا عملنا ازدواجية لخط قناة السويس السفن هتيجي، ممكن يكون السفن لم تأتي بسبب الغطس عمق القناة وليس ازدواجية الخط، ممكن السفن بتروح رأس الرجاء الصالح بسبب قراصنة الصومال مثلا. واخد بال سعادتك؟ ممكن اصلا الخط الملاحي في بيضطرها تمر عبر الرجاء الصالح لان فيها محطات هي مرتبطه بيها. بس ده معناه حضرتك انه القناه الجديده دي ممكن تبقى يعني حمام سباحه جديد، يعني مش مشروع اقتصادي. ده معنى كلام حضرتك كده؟ بالضبط زي فوسفات ابو طرطور وتشكى، مفيش جدوى اقتصاديه، مفيش دراسات، بتغرق البلاد، بتستنزفها اقتصاديا، ومشروع فاشل. وكان في بدائل تانية منها تنمية محور قناة السويس. طيب. منطقة تجارية وخدمات لوجستية تخدم السفن اللي الدكتور مرسي كان بيفكر فيه. أشكرك، شكرا. تانية تنمية الظهير الصحراوي وقف، وهو نفسه المشير السيسي قال احنا اتعودنا نبدأ في المشروع نخلص منه 10% ونسيبه نعمل غيره. هو وقع في نفس الفخ اللي كان بيحاول يتفاداه. طب ليه ما كملش الظهير الصحراوي؟ أين استصلاح الساحل الشمالي؟ طيب يعني في إحساس كده بيتقال إنه المستثمرين جم هاجموا، خصوصا مستثمرين الخليجيين من السعودية ومن الإمارات، وإن اتباع لهم حاجات كتير في البلد ومش عارف إيه، وده هيعمل نقلة كتيرة. أمال الكلام ده كله فين؟ هو أنت لا تلمسه في الشارع، لازم تلمسه. لا لم نلمسه بعد، يعني إحنا لم نلمسه بعد. الأسعار بتزيد، التضخم زاد، البورصه. طيب. انهارت، خسرت 12 مليار. ارجو ان تبقى يعني معي دكتور عبد الناصر عبد العال. الاجنبيه والخليجيه في البورصه. البورصه خسرت 12 مليار جنيه الاسبوع اللي فات بس. ارجو ان تبقى معي دكتور عبد الناصر. معنا ايضا الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. تقرير بلومبرج بيقول انه ما فيش خطه اقتصاديه. كلام دكتور عبد الناصر بيقول ان فيه كارثه اقتصاديه، يعني مش بس ما فيش خطه، يعني حتى اللا خطه افضل من الكوارث الاقتصادية زي مشروع مشابه لتوشكا، مشروع قناة السويس الجديدة.
مشابه لتوشكا اللي هو هيفقر البلد في السيوله، هيسحب كل السيوله اللي موجوده في السوق لانه ما بيجيبش فلوس من بره، بيجيب الفلوس المودعين من البنوك بيحطها في مشروع لسه ما بداش وما اشتغلش، وممكن حتى لو اتحفرت القناه في الوقت المناسب حسب كلام الدكتور عبد الناصر ممكن اصلا ما فيش سفن تيجي برضه. لا وطبعا كلام الدكتور عبد الناصر سليم 100%، ان مش شرط ان احنا نعمل ازدواج يبقى السفن هتتضاعف او حتى الرصيد المتوقع او الارباح المتوقعة هتتضاعف. يعني الكلام ده كلام الدكتور عبد الناصر كلام سليم وكلام علمي، وانا فعلا بتفق معاه ان كان الافضل لو احنا بدانا تنميه بعض المناطق الحيويه سواء بقى كانت في الوادي الجديد او غيره. يعني تتفق معه ايضا ان المطلوب، وكل الاقتصاديين بيقولوا كده، ان المطلوب الحقيقه مش ان انا اجيب فلوس المصريين بدل ما انا حاططها في بنك سين احطها في بنك صاد، او بدل ما هي في سندات صاد احطها في شهادات استثمار قناة السويس، المطلوب انه يجي نقد اجنبي، ده المطلوب مش كده ولا ايه؟ هو ده الافضل يعني. لكن اللي بيحصل او اللي حصل من خلال شهادات استثمار قناة السويس انها اخرجت الفلوس المكنوزة، يعني مش الفلوس اللي موجودة في البنوك، ولكن اقتصاديا وعلميا معروف ان سرعة دوران النقود بتؤدي الى زيادة الانفاق وبالتالي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الرغبة الاقتصادي. بس المطلوب يبقى فيه فعلا يعني مشروع يؤدي الى سرعة دوران النقود، وانا اعتقد ان مشروع قناة السويس رغم كل اللي ممكن يقال عليه لكنه علميا واقتصاديا هو سليم. يعني حتى كينزي في اوقات الازمات قال ان اذا الدولة وجدت عندها حالة من الركود او من المشاكل الاقتصادية وقامت بحفر حفر ثم إعادة ردمها مرة أخرى فده بيؤدي إلى تحريك الأموال الراكدة في الاقتصاد. فهو علميا واقتصاديا مشروع قناة السويس أفضل، لكن أنا شخصيا كنت بأتمنى هو المشكلة أن يتحول إلى حفرة كبيرة تلم كل السيولة اللي في البلد وما نعرفش نخرج السيولة دي تاني، هي دي المشكلة الكبيرة. لا المسألة مش كده، يعني مسألة ان هو المشروع ده هيلم السيولة احنا برضه عايزين نعرف اصله مش هيحطها في بطنه او هياكلها او هيتحط تريدم عليها، لا ده هيعاد تدويرها من جديد. واحنا عارفين زي ما انا بقول لحضرتك سرعة دوران النقود في الاقتصاد ده في حد ذاته شيء جيد، فالمشروع علميا واقتصاديا جيد، لكن انا شخصيا كنت ارى ان لو بدأنا بمشروع يضر انتاج حقيقي سريع ويؤدي الى تقليل اعداد البطالة كانت المسألة هتبقى افضل. يعني بدأنا مشروعا انتاجيا افضل أشكرك. لكن علميا واقتصاديا ده شيء لا غبار عليه. شكرا جزيلا الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم على تقرير بلومبرج الخاص بغياب الخطه الاقتصاديه في مصر مع الزميل حسام يحيى. كان زمان لما يبقاش معاك فلوس بنقول خلاص فلست وبقيت على الحديده، دلوقتي في عصر مصر السيسي بنقول حاجه واحده بس، خلاص فلست وبقيت على الناشف. تعليق محمد عادل على فيسبوك، ومنه الى تعليق احمد يقول مين المجنون اللي يستثمر في بلد الجيش فيه مستولي على كل موارده. تعليق اخر من صبوحه تقول عايزين ايه من بلد مسروقه ينجح فيها اي استثمارات؟ مش ممكن طبعا. تعليق اخر من ابو بكر يقول طب وانتوا تستنوا ايه من دوله ترفع شعار محاربه الارهاب؟ راس المال خواف. تعليق اخير من فيسبوك مع احمد كل التقارير العالمية تؤكد على فشل النظام الحالي في جميع النواحي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا، وهذا مؤشر هام يدل على سقوط الانقلاب بإذن الله. وننتقل إلى تويتر، نبدأ بميكي. تقرير شبكة بلومبرج الاقتصادية دليل على أن المظاهرات المستمرة تجني ثمارها. تغريدة أخرى من مجدي هو ما فيش استقرار في مصر أصلا في الحياة أو المعيشة أو الأمن، الاستقرار الوحيد في مصر الآن هو الظلم وكبت الحرية. التغريدة الأخيرة من نسرين الذين يتحدثون عن أن مصر ستفلس هم المفلسون. تغريدة جميلة. شكرا جزيلا حسام يحيى. يعني هذه كلمة قيلت طبعا على لسان الرئيس مرسي الذين يقولون أن مصر ستفلس هم المفلسون، هل ما زالت تنطبق على الواقع اليوم مصطفى عبد السلام؟ يعني تنطبق على يعني الدول اللي تفلس يعني بشكل عام، يعني ساعة ما تتعب قوي تبيع اصول ليها وتبيع اراضي. لكن انا ليا بس ثلاث تعليقات سريعه على الدكاتره. اولا عايز ابرهن بمساله غياب الشفافيه، انك انت على سبيل المثال صندوق تحيا مصر اللي انت هتجمع فيه 100 مليار هو فين؟ او هيشرف عليه مين؟ ولا مين هيديره؟ ده نموذج للشفافيه. هو قال ان هو كل حاجه تبقى تحت ايده هو. كويس. المساله الثانيه انك انت عيب والله مما يحط لك المنح الخليجيه على انها استثمارات،
وبالتالي ده اللي هو طالع في ارقام الحكومه اللي هو 4.7 يعني ده عيب والله، لان 6 مليار دول جونا كنوع من المنح او المساعدات الخليجيه عشان نشتري بيهم بترول. كنا احنا بناخد من الموازنه العامه للدوله عشان نشتري كل شهر ب 1.2 مليار، هم بيدوك هذا المبلغ لما انت وفرته. المنح الخليجيه انا كنت عايز اسالك تاريخيا، هل المساعدات الخليجيه لمصر تعدت مرحله الازمه؟ ان عندك ازمه سولار ابعت لك سولار، عندك ازمه قمح ادي لك شويه قمح، هل تعدتها الى تحسين حياه المواطن؟ هو كان في فتره ما كان تحولت الاستثمارات، والاستثمارات السعوديه بالامانه هي والكويتيه كانت والليبيه كانت الاعلى داخل مصر، ودخلت على قطاعات مهمه زي الزراعه زي السياحه، وبالتالي انعكست على حياه المواطن لانها كانت ضخمه بالمليارات الدولارات. يعني على سبيل المثال الاستثمارات الخليجية لم تذهب لقطاع غير مرتبط بالمواطن زي النفط والغاز، ولكن راحت للزراعة، راحت للسياحة، راحت لقطاعات اقتصادية حقيقية، ده في فترة زمنية حتى أيام مبارك نفسه. يعني المسألة الثالثة برضو على الدكتور، لأن 121 احتجاج عمالي ده عايز، هل هتتعامل معاه الدول المانحة اللي بتدي مصر المساعدات دلوقتي على انها حاجه طارئه وممكن برضو لا ما انا هحيلك بعض اموالها الى مثل هذه الحاجات؟ انت في نص سنه اتعمل 1651 احتجاج نص السنه الاولانيه، لكن عندك المشكله ان ده اقل بكثير مما كان بيحدث ايام مرسي. ليه؟ هرجع اذكرك، فاكر حياتك الاضراب بتاع السويس ان الجيش تدخل وفضه، يعني الجيش بيتدخل لفض الاضرابات العماليه، وبالتالي المساله تراجع الاحتجاجات العماليه في الوقت الحالي ده بسبب القمع الامني وليس يعني الناس العمال كنا محتاجين ايه؟ على الاقل حد ادنى للاجور، حد ادنى للاجور لم يتحقق حتى الان، يعني في 18 مليون عامل داخل القطاع الخاص لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، وبالتالي المطلب الأساسي ما تحققش. طب ليه الناس أصلا قلت في الاحتياجات العمالية؟ عشان نوع من الخوف. طب ليه بتقول أنه مش ممكن صندوق دعم مصر دوت أو مؤتمر المانحين يجيب للسيسي 100 مليار دولار؟ ليه؟ لا دي ده مسألة هقول لك، يعني لحد دلوقتي دول الخليج مقدمة لمصر دي أكتر من 20 مليار. لا بص يا سيدي، أنا هذكرك هرجعك لمؤتمر المانحين لمصر في 2002. ليه؟ لما حصلت الأزمة المالية العالمية وحصلت قبلها الحادثة الأقصر، مصر وللأسف برضو سبحان الله التاريخ بيعيد نفسه، أنت في سنة 98 أيام الجنزوري فتحت على إيه؟ توشكا والعوينات وشرق التفريحة، خدت السولة بتاعت البلد ورميتها. مصر في الحالة دي شهدت اختناق اقتصادي رهيب، أمريكا مش عايزة توقع مصر، راحت دعت إلى مؤتمر للمانحين عقد في شرم الشيخ وأنا شاركت فيه في 2002. وجاب كام بقى؟ جاب 10 مليار دولار. كويس؟ هذا الرقم لم يصل منه مصر دولار حتى الآن. معروف تجارب الدول المانحة أو المانحين، خد على سبيل المثال خد تجربة زي ما أنت عايز بس تقابلني لو قبط سوريا واللاجئين، خمسة مليار بتوع اليمن بتوع مؤتمر لندن وأصدقاء اليمن لسه لحد الآن، لسه حتى الآن خد سوريا، خد الصومال، خد باكستان، خد أفغانستان، كل مؤتمر المانحين وعود ولا يصل شيء. وبالتالي أنا متوقع أن المؤتمر المانحين القادم بالضبط زي أيام الببلاوي، حصلت على وعود من المستثمرين الخليجيين بضخ 50 مليار دولار، أنا فاكر هذا الرقم، ولم يصل شيء. وبالتالي أنت ما لم يحدث استقرار سياسي، احترام لحقوق العمال، خطط اقتصادية واضحة وملموسة وعلى سنوات محددة، مش هيجي لك حاجة. احنا كنا تناقشنا قبل كده يا أستاذ صابر في موضوع الاحتياجات العمالية خفت بعد وصول السيسي للسلطة. صحيح. ليه خفت؟ يعني مع ذلك في 121 احتجاج عمالي، يعني ممكن لو واحد وقف قدام العماره بتاعته وقال انا محتاج ده يعتبر احتجاج عمالي. احنا لكن مش ظهر، مش ملموسه. وحضرتك خصوصا ان هي كانت ظاهره جدا ايام حكومه الببلاوي على سبيل المثال. نعم. وحتى ايام حكومه محلب. نعم. في البدايه، لكن السيسي وصل للرئاسه كل شيء، كل واحد رجع في. وحضرتك يعني انا بأثمن على كلام الاستاذ مصطفى، وهو بيتكلم على ان القمع الامني الشديد والتعامل الخشن وبضرب النار هو يكون سبب في تراجع الاحتجاجات العماليه. عمال المحله الكبرى وكفر الدوار طلعوا في 6 ابريل في 2008 لكن لا، والمناخ اختلف. يعني في 2008 ما كانش في ضرب مباشر بالنار في الشوارع زي ما بيحصل دلوقتي. والقتل يوميا، ولسه كان عندنا قتل يعني في عين شمس امبارح. النهارده اسوأ في القمع الامني، وده يعني
يعني العالم كله بيتكلم عن القمع الأمني الخشن والشديد والمستمر على المواطن المصري، لكن لما نيجي نتكلم فعلا على العمال، ودعني ان انا اخاطب العمال بصوره مباشره، لان لازالت حكومه السيسي يعني مستمره في تغييب الوعي الكامل للشعب المصري ببعض التصريحات الورديه الغير حقيقيه. فلما تيجي تتكلم عن وزيره القوى العامله عن 82 الف فرصه عمل في المحافظات، واحنا عندنا حجم البطاله واللي جاي من ليبيا والباعه الجائلين، فيبقى ده كلام في الهواء. لما يجي يتكلم على ان الاقتصاد بتاعنا واعد واستثمارات جايه لنا من هنا ومن هناك، ووزير الماليه يطلع قرار بحرمان 5.5 مليون عامل من مكافأة نهاية الخدمة اللي هم شغالين في الجهاز الحكومي، وعلى الرغم من ذلك الدولة لا زالت تخاطب العمال على ان الاقتصاد واعد والاستثمارات جاية. خليك متفائل يا استاذ. وحضرتك الواقع اللي احنا عايشينه بيقول كده، بيقول لما تحرم 5.5 مليون عامل من مكافأة نهاية الخدمة اللي بيستناها طول عمره، ده يعني هيشتغل ازاي ويشتغل ليه؟ اذا فالاحتياجات العملية ده قرار صحيح، ويعني انا قراته من نفسي وموجود، والقرار نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بس ده مش من حقه دستوريا، مش من حقه دستوريا. قانون 79 لسنه 75 بيقر هذه المكافاه للعامل في نهايه الخدمه او في الاستحقاق بتاع نهايه الخدمه، وبالتالي فاحنا امام كارثه اقتصاديه حقيقيه. الحكومه تغيب الوعي ومش عايزه تصارح الشعب، يعني ما فيش شفافيه. احتجاجات عماليه في المرحله القادمه انا اظن انها ستزيد وهتبقى اقوى مما كانت. شكرا جزيلا الاستاذ صابر ابو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، وأشكر أيضا مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد. وما زل